تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، إيمانا إلى التنسيق مع مكتب هيئة الإغاثة بقطاع غزة وعلى مطالب القطاع، تلقى السيد الأستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية تقريرا من مكتب هيئة الإغاثة بقطاع غزة بمطالب القطاع من مساعدات الإغاثة العاجلة واستكمال ما تم إرساله مسبقا من خلال 4 قوافل إغاثة عاجلة من لجنة المساعدات الأجنبية. وعليه أصدر معالي الوزير توجيهات معاليه للجنة العامة للمساعدات الأجنبية بسرعة توفير مطالب القطاع والتنسيب مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه المطالب وعلى وجه السرعة. تضمنت مطالب القطاع استكمال توفير معدات التخييم، حيث سبق أن أتمت لجنة المساعدات إرسال عدد 8000 خيمة بمستلزماتها، كل خيمة بتسع 16 فرد بإجمالي عدد 128000 أسرة، وبطاطين ومراتب ومشمعات بلاستيك لحماية الخيام من الأمطار، وكذلك مراعاة للوضع الصحي والإنساني تم إرسال أدوات نظافة عامة وشخصية لعدد 6000 أسرة. إيمانا للتنسيقات التي تمت بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وكافة الجهات، تقدمت هيئة الإغاثة الكاثوليكية مكتب مصر بتوفير جميع مطالب القطاع، حيث تم تجهيز 10 شاحنات محملة بأكثر من 65 طن مساعدات إغاثة عاجلة وكافة مطالب القطاع من أدوات النظافة العامة والشخصية، والتي تكفي لعدد 23000 أسرة بالإضافة إلى جميع معدات التخييم المطلوبة. ليصل إجمالي ما تم تقديمه من لجنة المساعدات الأجنبية وزارة التموين والتجارة الداخلية من مساعدات إغاثة عاجلة لقطاع غزة حتى تاريخه عبارة عن 200 طن مساعدات محملة على عدد 76 شاحنة عبارة عن 16000 بطانية، 11000 مرتبة، 8000 خيمة، 6000 مشمع للأمطار، 3000 حصيرة، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30000 أسرة. إن شاء الله مستمرين في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وأيضا مستمرين في تنسيق مع كافة الجهات لتجهيز مطالب القافلة السادسة إن شاء الله، وتتوالى القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.